تمام قوي. في مسج تانية بتقول انا حلمت اني كنت بعيط قوي على امي عشان وحشاني قوي، هي متوفية وكنت في صحراء وانا لابسة ابيض في ابيض، وجالي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لي لا تبكي، انت من امتى انت من امتى، وشاور عليا بصباعه. طيب بص هقول لك على حاجه، هو طبعا مبدئيا رؤيه البني ادم في صحراء ده دلاله على التوهه. التوهه دي معناها ايه؟ معناها بعد من الله تعالى. من يتقي الله يجعل له مخرجا، فمعنى كده انها شويه بعيده من الله. تمام. فبما انها بتبكي معنى كده انها يعني رابطه موت والدتها ببعد من الله تعالى، ضميرها بالظبط كده. فرؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا واضح ان هي ما فسرتش الرسول بما انها ما قالتش، معنى كده ان هي السنه اتباعك للعبادات والسنه هو اللي يعني هيخليكي تتجهي صح يعني، والله اعلم. طيب.